بعد أسبوع لما حان وقت ختان الصبي سمي يسوع. ثم صعد يوسف ومريم بالطفل إلى أورشليم ليقدماه للرب. وكان في الهيكل رجل تقي اسمه سمعان، كان قد أوحي إليه بالروح أنه لن يرى الموت قبل أن يرى المسيح المخلص. الآن تطلق عبدك يا رب حسب قولك بسلام. لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. هذا الطفل مختار من الله ليبارككما الله. ولما أكملا كل شيء بحسب شريعة موسى تركوا أورشليم ورجعوا إلى الناصرة. ولما بلغ يسوع 12 سنة صعد به يوسف ومريم إلى أورشليم لأجل عيد الفصح. ولكن عند رجوعهما ظناه بين الرفقة، لكن يسوع تأخر عنهما فرجعا إلى المدينة يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل في وسط المعلمين والشيوخ. ابن من هذا الذي يسأل أسئلة كهذه؟ إنه من الناصرة، ظننه غادر معنا، اعذروا غيرته. وجميع الذين سمعوه اندهشوا من كلامه. يا بني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أنا وأبوك كنا نبحث عنك بقلق شديد. لماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أن علي أن أهتم بأمور أبي؟ فعاد معهما إلى الناصرة، وكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس.